في ظلال السيرة مولد الفاروق. دنا عمر بن الخطاب من البعير الذي يحمل أم عبد الله الحزينة زوجة أخيه بالتبني والمتوجهة نحو الساحل. رفع عمر رأسه ونظر إليها وهي لا تطيقه، فسألها سؤالا هو من صنع إجابته، فقال: أين يا أم عبد الله؟ فأردته وردته بكلمات من دموع: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله، والله لنخرجن في أرض من أرض الله، إذ آذيتمونا وقهرتمونا، حتى يجعل الله لنا مخرجا. غص عمر بمرارة لم يعرف أمر منها، تغير وجهه وتحير، وأحزنته تلك الكلمات الباكيات. تقول رضي الله عنها: ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. إجابة بالغة اليأس استدعتها شدته على المسلمين. غادرت أم عبد الله وزوجها وأسماء بنت عميس وجعفر، وعانقت خديجة رقية مودعة، وبكتها زينب وأم كلثوم وفاطمة، وودعها أبوها صلى الله عليه وسلم، وودع زوجها عثمان رضي الله عنهم. حملتهم المراكب ترتفع بهم الأمواج والهموم وتنخفض، لا يدرون أي عالم ينتظرهم، حتى ألقى بهم البحر إلى سواحل الحبشة الساحرة. لكن لما الحبشة؟ الإجابة وحي يذكر الملوك أن أجمل الإنجازات هو العدل، حين قال صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده. تنفس الشباب هناك حرية وعبيرا آخر بين غابات إفريقية وأنهارها، حتى قالت أم سلمة: اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا، ولم نخش فيها ظلما. فالظلم هناك حيث يحكم أبو لهب وأبو جهل وأمية، وأكوام الأصنام والعادات والتقاليد. هناك حيث أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقل وأكثر ضعفا، وأصبحت قريش أكثر جرأة وحقدا،
فقد سمع زبانيتها أن الراحلين يشعرون بالأمن، وأن هبل واللات والعزى لا قيمة لها هناك، فجن جنونهم وأرادوا التنغيص عليهم، أرادوا تلويث أجواء الحبشة وتكدير صفو أنهار عدلها. اجتمعوا وتشاوروا، وبعد لغط وثني قرروا رشوة النجاشي ملك الحبشة كي يعيد لهم أولئك الشباب أو يطردهم من أرضه. تساءلوا عن الهدايا التي يفضلها النجاشي، فإذا هي الجلود، فطافوا الأسواق وجمعوا ما استطاعوا من أجودها، ثم رشحوا رجلين للقيام بهذه المهمة، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وحملوهما الهدايا والوصايا فانطلقا. وبينما كانت قريش تنتظر إعادة الشباب، كان في طرقات مكة رجل يطوف كالمجنون يصيح ببيوتها، بدكاكينها، بأسواقها، يصيح فتردد الجبال صياحه. خرج عمر يلاحق الرجل، وخرج طفله عبد الله خلفهما، وفجأة تداعى الناس فزعين، ثم أثارهم ذلك الرجل حتى نشبت بينهم معركة بالأيدي. في ظلال السيرة. ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.